يعني تحط رجليها بيكون هو الماء يكون باقي دافئ اللي غتصح منه الرجلين ديالها، غتحط فيه رجليها وتبقى باركة وتخلي رجليها باش يسخنوا في هذوك الماء. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي داير لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا هذا الفيديو غنلقي التحيه على بنياتي وبارك عواشركم، الله يدخل علينا هذه الايام المباركه بالصحه والعافيه، وان شاء الله يدخل علينا رمضان يلقانا لا فاقدين ولا مفقودين، والله يهز علينا هذا الوباء، الله يهز علينا وان شاء الله ونعيشوا كما كنا ان شاء الله. بنياتي ووليداتي كلكم تنسلم عليكم، تحياتي لكم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم بنياتي بهذا الفيديو تحت الطلب المتتبعات، هذا الفيديو ديال علاج انسداد، يعني انسداد قنوات فالوب، يعني كنقولوا انسداد كيكون انسدادات في قنوات فالوب، هما تا هما هذوك الانسدادات الاتساقات، كيقولوا اتساقات ولا انسدادات في قنوات فالوب. القنوات فالوب هما اللي كنقولوا حنايا بالعاميه هما الكرون، الكرون ديال المراه اللي كتبغي تولد، الا كانوا عندها التصاقات راه ما كيساعدوش على الحمل، اما اذا عالجتهم وان شاء الله ولات مزيانين راه غادي ان شاء الله يكون حمل باذن الله ان شاء الله. اليوم بسم الله على بركه الله، اليوم غادي يكون واحد الوصفه مجربه ومضمونه باذن الله، كان كيديروها جدات يعني من قديم الزمان، خلاو لنا الموروث ديالهم جدات ديالنا هذه الوصفه زوينه زوينه، كيكون عندها كيقولوا كيكون عندهم المكرون مخنوقين، كيقولوا مخنوقين او كيقولوا حنا كنقولوا انسداد والتصاقات في القنوات فالو. هاد المكون هو واحد، مكون واحد لا غير، وكاين ان شاء الله غندير لكم فيديو ثاني اخر بمكون واحد ان شاء الله، حتى هما كيعالجوا انسدادات والتصاقات الرحم ثاني بمكون واحد ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذا الفيديو غندير لكم هاد العشبه هي الحلبه، هما كتعرفوا الحلبه راها غنيه على التعريف، ها هي الحلبه، ها هي هي غنحتاجوها ان شاء الله تكون مطحونه، غنحتاجوها حنا في هذا الوصف، في هذا الوصف غنحتاجوها مطحونه بحال كون كتكون مطحونه، ها هي اما طحنيها بيدك اما تاخديها مطحونه، كيبيع كيبيع على العطار مطحونه، الا مشيتي عند العطار وقلتي لي عطيني الحلبه احتياط قاصحه ما كتكون كطحنش بسهوله، يعني الا ما كانش عندك شي ماكينه اللي هي مزيانه اللي كطحن غاديش تقدر تطحنيه، اما اذا كانت عندك ماكينه ما تقدرش تطحن لك هذه الحلبه حبه دير تاخذيها مع العطار راه مطحونه، كتكون مطحونه، انا خديتها منيت بحالكم عند العطار مطحونه بحالك، انت كتكون عنده جديد راه كيطحنوها بماكينه عنده كتكون قويه صحيحه كطحن مزيان. دوكا غننتقلوا الى الطريقه ان شاء الله، تابعوا معايا ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، غنوريكم ان شاء الله الطريقه، الطريقه ساهله ماله، يعني راها السيده اللي عندها انسدادات في القنوات فالوب او التصاقات في قنوات فالوب، راها هذا المكون الوحيد راها كيقضي عليها بطريقه فعاله ومجربه باذن الله، راه ساهله ماهله وما كاينش اللي ما دارتها وما نجحتش معاها. طريقه هي غادي ان شاء الله من طحنوا الحلبه ديالنا غتاخذوا يطو ديال الماء، يطو ديال الماء يكون مغلي، يكون مغلي، يكون مغلي في طيب حتى بحال غنطيبوا الشاي ديالنا، يكون مغلي طايب بحال هكا بحال هكا يكون مغلي، كناخذوه مغلي وكناخذو فيه ان شاء الله اش كنديرو، كنديرو فيه جوج معالق ديال جوج معالق ديال الحلبه مطحونه داخل من هاد الماء المغلي، ها نتوما كتشوفوا جوج معالق بحال كوايا، ها نتوما كتشوفوا جوج معالق يكونوا قد هاد المعالق هادو ديال اللي كنديروا بهم السكر بحال هاد المعالق هاك. اش غنديروا بنياتي؟ غادي نسدو على القرعه من درنا ليها الحلبه، غنسدو على الثلج ونرجوها، يعني نرجوها يعني نخلطوها بحالكم، نخلطوها حتى كدوب لينا ديك الحلبه بحالكم فداك الماء المغلي اللي هو طيب بزاف، انا طيبته راه برد ليا شويه، ولكن نتوما يكون يكون طيب اقصى حراره تكون بحالكم بحالكم، غنرجوه مزيان ها نتوما كتشوفوا، غادي ترجوها مزيان ها نتوما كتشوفوا وترجوها وتخليوها تطلق واحد الشويه، ملي كتطلق واحد
يعني ما كناش 10 دقائق تطلق مزيان ديك الحلبه في هذا الماء الغليان مزيان. اش غدير السيده اللي عندها هذا المشكل؟ تابعوا معايا الطريقه، راه طريقه مهمه جدا. وامتى غنديروها؟ غادي ناخذوا واحد البانيو كنقولوا، ها هو هاد البانيو غناخذو. انا درت لكم بانيو صغير، ولكن نتوما غديروا البانيو اللي تقدروا تحطوا فيه الرجلين ديالكم. راه الرجلين السيده اللي عندها المشاكل ديال الالتصاقات في القنوات الفالوب غتحط رجليها. اش غدير؟ غتحط هاد، غترج هاد القرعه مزيان، ها نتوما كتشوفوا، وغتكب هاد الماء اللي فيه الحلبه، ها هو تكبوا في هاد البانيو اللي غتحط فيه رجليكم. تيس على هاد البانيو بحالكم، حاولوا تخويو الحلبه بكلشي ليها، الحلبه والماء بكلشي ليه. اش غدير السيده؟ امتى غدير هاد العمليه؟ غديرها من اول يوم ديال الدوره. كي تبدا عندها الدوره دير هاد العمليه، دير حط رجليها وتخلي رجليها في هاد الماء والحلبه حتى تبرد تماما، تتبرد في ما تبقاش سخونه، يعني ما تبقاش هاد الماء ساخن ديال الحلبه في رجليها، تتبرد تماما على تحيدو. يعني تحط رجليها يكون هو الماء يكون باقي دافئ اللي غتحملو الرجلين ديالها، غتحط في رجليها وتبقى باركه وتخلي رجليها باش يسخنوا في هذوك الماء والحلبه من حتى يبرد. من يبرد على نحيد رجليا صافي ونتخشى في الفراش. امتى كدير؟ كدير مع العشيه، ملي تقربي تخشي في الفراش كديريها يوميا يوميا من اول يوم الدوره حتى اخر يوم الدوره. جاتك الدوره 4 ايام ديري 4 ايام، 4 ايام. جاتك الدوره 5 ايام ديري 5 ايام. يعني وقت الدوره انت عليك الدوره وكديري يوميا حبه. لو ديري الصباح ومساء قدرتي ديري الصباح ومساء مزيان، ما قدرتيش ديري الصباح ومساء ديري غير مساء فقط، غير مره واحده في الليل ونعسي عليها يوميا يوميا. ان شاء الله هذيك السخون ديك الحلبه اش غدير؟ راه حنا كنقولوا اي جهاز ديال الولاده ولا الوالده ولا اي جهاز ديال الرحم ولا المتانه ولا اي بلاصه التصاقات الكرون ولا اي حاجه راه كيجي من الرجلين. عند العروق راه مرتبطين بالرجلين ديال المراه. هذه سولوا على الاطباء وسولوا على العلماء، يعني راه كيكون الرجلين علاش ملي كطيح الواده كيضرونا رجلينا، كيضرونا ارتقانا، لان العروق مرتبطه ببعضياتها. يعني الشرايين ديال الوالده وشرايين ديال الرحم وديال الكرون راه مرتبطين بالرجلين. ملي غنديروا هاد الوصفه ان شاء الله غادي كاع الالتصاقات غادي تحل، ما غتبقاش الالتصاقات نهائيا. وحبذا ديروها هاد الشهر مثلا، درتيها هاد الشهر 5 ايام، عندك الدوره الشهريه عندك فيها 5 ايام، درتيها 5 ايام هاد الشهر وديريها الشهر القادم ثاني، وديرها الشهر القادم نقدر شهرين ولا شهر ولا 3 شهور، حتى اقل مده هي شهر. يعني شهر فيها 5 ايام ديال عندك ديال الدوره 4 ايام، تقدر بهذيك 5 ايام ولا 4 ايام يتحلوا الالتصاقات اللي ما كانش عندك التصاقات يعني بزاف. اما اذا كانت عندك التصاقات بزاف تقدر تحل هاد الشهر شويه، ان شاء الله خوتي ثاني ديريها ان شاء الله تحل شويه ويكون ان شاء الله خير ان شاء الله. ولما ما بغيتي تاكدي بان خدمت لك الوصفه، من بعد ان شاء الله ديري الوصفه ديالك، سيري ديري دوزي عند الطبيب يفحصك وغادي يشوف واش تحلوا لك يعني القنوات فالوب ولا ما غتحتاجي لعمليه لا والو. كاين كيقول لك عمليه خاصها دير عمليه، والناس ديال بكري الاجداد ديالنا ما كانوا كيديروش هاد العمليات، كانوا ما كيبغوش يتكاشفوا على الاطباء كاع، كانوا يديروا الوصفات على بيناتهم وكان كيجيب الله الشفاء. هذه الوصفه اللي جبت لكم الصحيه اللي مجربه باذن الله تعالى. كنقول لكم دائما انا كنجيب لكم على الحاجه اللي هي مضمونه كالعاده دائما، ما كانش شي وصفه ماشي مجربه ما كنجيبهاش لكم. يعني ها انتم كتشوفوا هذا الماء والحلبه اللي كتكون مطحونه، تجيب الماء الحلبه مطحونه. علاش مطحونه؟ باش تطلق دغيا المفعول ديالها ودغيا تدخل مع الجسم ديالنا دغيا، ان شاء الله هذوك الالتصاقات دغيا يتحلوا ان شاء الله. هادشي اللي جبت لكم بنياتي، ونتمنى نكون
عطيتكم الوصفه مزيانه وتحياتي لكم كبيره، ولا عجبتكم الوصفه وصدقت لكم ونجحت لكم حبذا لو بارطاجيوها مع الاصدقاء اللي تعم الفائده على بنياتي كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. وشكرا لكم، والى اللقاء لفيديو اخر ان شاء الله.